احد الاخوه جاءت بخصاصه مصوره لبعض الجرائد اليوميه مكتوب بعنوانها ركن الفتاوى. الفتاوى ما حكم اسلامي في سماع الموسيقى؟ وهل لسماعها او تعلمها وهل سماعها او تعلمها حلال او حرام؟ الاجابه: الانسان عاطفي بطبعه، والشرائع السماويه لا تقتل في الانسان غرائزه ولا تميت فيه عاطفه، ولكن مهمتها في هذه الناحيه كبح الجماح والحد من الاندفاع الذي يخرج الانسان عن الحد اللائق. وظل يتكلم في هذا الموضوع الى ان قال: والاستماع الى الموسيقى على هذا الوجه مباح ومشروع، اخذا بما روته السنه من ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعزفون بالدف ويعزفون الموسيقى ويرددون الاغاني في مناسبه عرس، وكان في صحبه عمر، فلما اراد عمر منعهم قال صلوات الله عليه: دعهم فان هذا يفرق بين النكاح والسفاح. وخلال الكلام اشياء كثيره، فما راي سماحتكم هذه الجريده المصوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فلا شك ان هذه الفتوى غلط من قائلها، ولا ريب ان سماع الموسيقى والات الملاهي من المنكرات. وقد حكى بعض اهل العلم اجماع اهل العلم على ان سماع الغنى والات اللهو اذا اجتمع فهو من المحرمات بالاجماع. وقد دلت السنه على ان المعازف من المحرمات التي يستحلها الناس في اخر الزمان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعني في اخر الزمان. رواه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما. والحرى هو الفرج الحرام للزنا، والخمر معروف، والمعازف في آلات الملاهي، والحرير معروف محرم على الرجال دون النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يستحلون هذا وهذا، يستحلون الزنا ويستحلون لبس الحرير من الرجال، ويستحلون الخمر ويستعملونها، ويستحلون المعازف وهي الغنى وآلات الملاهي. ولا شك أن الموسيقى من آلات الملاهي ومن المطربات، والذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بالنساء في الحرص، الغنى العادي الذي لا يدعو إلى الفساد، بل غنى الناس ما بينهم مع دف للنساء في الأعراس أو من الجواري الصغار في الأعياد، هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حله، أما للرجال فلا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أحل أيضا للحبشة اللعب في المسجد بآلات السلاح، بالدرقة والسيوف والرماح التي تقذف وأشبه ذلك، من باب التدرب على الحرب وآلات الملاهي. ولما أراد عمر أن ينكر عليهم ذلك قال: دعهم حتى تعلم اليهود أن في دين وسعى. وفي قصة الجواري: دعهم بين لكل قوم عيدا. المقصود أن التدرب على آلات الحرب للسلاح ورمي الدرق واتقاء السوف بالدرق وما أشبه ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا للإعداد للقتال وتأهب للقتال وتدرب على آلات القتال في المسجد وغيره. أما سماع آلات الملاهي من الموسيقى أو العود أو الكمان أو غير هذا من أنواع آلات الملاهي، فهذا لا شك أنه منكر، ومن أسباب ضعف الإيمان، ومن أسباب موت الغيرة في القلوب. ولا شك أن الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء يتعلق بالنساء والأعراس، حتى يعلم الفرق بين السفاح والنكاح. فالسفاح يكون بالخلوة الفواحش، والنكاح يكون بالعلن ويكون بالدف للنساء والغناء العادي للنساء، لا فيما يتعلق بالأغاني التي تدعو إلى الفواحش والمنكرات والخمر وغير ذلك. والله المستعان.